لازم نديها نبضات دلوقتي حالا. هاتها بسرعه. مش نافع. لا لا لا. ايه في يا دكتور؟ طمنا ارجوك. للاسف يا مدام، البقاء لله. ايه؟ لا يا دكتور، لا لا لا. بتقول بتهزر بجد؟ الحقيقه يا استاذه والله يا دكتور، لا ما ينفعش تخشي تشوفي الحاله خطره، ما ينفعش تخشي تشوفيها خالص دلوقتي يا دكتور. لا لا لا. ليه الله يرحمها البقاء لله. ليه ايه اللي حصل يا ماما؟ ايه في ايه اللي حصل يا طنط؟ ايه اللي حصل يا طنط؟ ما سمعتوش. ماتت. طب احنا دلوقتي هنقول لروزيتا ازاي؟ هنقول لها ازاي؟ طيب يا ماما كده هيجيلها حالة او اي حاجة. معرفش دلوقتي، انا ممكن اتحبس او اي حاجة. ليه؟ هو انت عملتي حاجة؟ ما انا اللي قلت لها الخبر. خبر ايه؟ ان روزيتا بنتها كانت تعبانة وكده يعني. يا ماما ما تزعليش يا ماما، مش انتي السبب. وبعدين ده مش سبب برضو. لا ما هي ممكن يكون تعبت بسبب اصلا. طب اهدي اهدي وهنشوف حل يا طنط. اهدي. طيب البقاء لله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا ارجوكي لا. حاسبي كده يا مدام. هو ده حقيقة؟ هو ده بجد؟ اكيد بجد اكيد. لا ليه بس بيحصل كده؟ ليه؟ طب اهدي يا طنط. طيب اهدي يا ماما، مش كده. تعمليش نفسك كده، تعمليش نفسك كده يا انجلينا. ابعدوا عني كلكم. حاسبي كده يا مدام. طب طمنا يا دكتور، طمنا على حالة روزيتا. هي كويسة دلوقتي؟ هي كويسة. هي قريبتكم من هي كمان؟ الست اللي توفت هي بنتها. طيب هي الحمد لله ما عندهاش فقدان ذاكرة ولا اي حاجة، ذاكرتها كويسة. بس انا خايف يجيلها صدمة عصبية لو عرفت اللي حصل. لا لا ما تقلقش. وبعدين يا دكتور، هو مش انت قلت ان هي فقدت الذاكرة؟ لا الحمد لله، هي طلعت ما فقدتش الذاكره، هي الذاكره لسه عندها. ربنا يرحم مامتها. احنا دلوقتي هندخلها الاوضه بتاعتها في المستشفى. هي اوضه عشان ترتاح، وهبقى اقول لكم رقم الاوضه. بس هي دلوقتي ما ينفعش حد يشوفها خالص، عشان هي مش ما ينفعش حد يزورها دلوقتي. وبعد مرور اكتر من اسبوع، الحمد لله على السلامة. منورة بيتك يا روزيتا. منورة جدا. منورة يا حبيبتي. نورك. هو انتوا متضايقين كده ليه يا جماعة؟ هو في حاجة ولا ايه؟ لا ابدا مفيش اي حاجة. طيب هو ماما فين؟ ماما مين؟ ماما كارمن. مالها؟ في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ يا ماما فين؟ انتوا ليه مضطريني كده؟ هي ماما فين؟ مامتك بصراحة كده انا مش عارفه اقولها لك ازاي بجد. مامتك الله يرحمها، بقاء لله يا روزيتا. ايه ماما؟ ازاي وامتى وليه وكل ده ما قلتوليش ليه؟ طيب هي فين دلوقتي؟ انا عايزه اشوفها. ارجوكوا عايزه اشوفها. كانت لها من اسبوع. هدي نفسك يا حبيبتي. اهدي اهدي وما تكونيش متوتره، احنا جنبك كلنا. بس انا عايزه مامتي، انا عايزه مامتي. ارجوكم انا عايزه مامتي، انا مش عايزه حد تاني. انا بحب ماما. طب يا حبيبتي مامتك في مكان احسن دلوقتي، هي عند ربنا، عند اللي خلقها. طب انا عايزه اشوفها. ارجوكي عايزه اشوفها. بس هي اتدفنت خلاص من اسبوع واحنا دفناها. انا عايزه اروح لماما ازورها حتى. ارجوكم انا ملحقتش اقعد معاها. ارجوكم هو كل ده عشان ايه؟
كل ده عشان انا تعبت. انا اسفة قوي. اسفة على ايه بس؟ وانت السبب بصراحة. ايوه انا السبب. ايه اللي انت بتقوليه ده يا طنط؟ ايه اللي انت بتقوليه يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا انجلينا؟ ايوه انا لازم اقول لها الحقيقة. انا السبب. ممكن مامتك كانت كويسة وكل حاجة، بس ايه كانت تعبانة شوية عشان انتي الدكتور قال كان ممكن يجيلك فقدان ذاكرة، الكلام ده من اسبوع، فانتي فعلا جالك فقدان ذاكرة وفعلا فرحت وقلت لماما. كنت فاكرة ان هي مامتك كانت تعبانة وكانت مغمى عليها، فجيت فكرتها ان هي لسه تعبانة، فجيت قلت لهم طلعت انها كانت لسه فايقة، فجالها سكتة قلبية تقريبا او حاجة، دخلت العمليات وكنت عمالة اعيط، كنت خايفة اتسجن او اي حاجة، وكنت خايفة وكنت بقول يا رب تكون كويسة، بس هي للأسف ماتت. يعني كله بسببك؟ بس ازاي طيب جاري ما جاليش فقدان ذاكرة وانا اسفة كراكو؟ حبيبتي انت وجلكيش التشخيص بس طلع غلط، فانا تسرعت وقلت لها، قلت لكم كنت خايفه وقلقانه، انا اسفه سامحيني. ليه كده؟ انا عايزه اروح لماما. استني استني طيب يا بنتي، استني. طب طب نوصلك، طب اي حاجه. طيب انا مش عايزه حاجه، انا هروح لوحدي. ابعدي. انا اسفه. مين اللي بيخبط في الوقت ده؟ وقت ايه يا ماما؟ احنا الصبح. طيب انا راح اشوف. السلام عليكم. ايوه خير حضرتك. حضرتك استاذة انجلينا؟ ايوه انا. انت صاحبة البيت ده صح؟ ايوه انا. في ايه؟ البيت ده كان ايجار وبقالكم شهرين ما بتدفعوش الايجار، فللاسف جاي اطلعكم. تطلعنا؟ ايوه اطلعكم. طب هنروح فين دلوقتي؟ تتصرفوا بقى. نلم الشنط يعني؟ نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ اتصرفوا واطلعوا من البيت ده. ها فاهمين؟ قدامكم 5 دقايق تلموا حاجاتكم. بيقول هيطلعنا. ايه هيطلعنا ليه؟ بصفته مين؟ هو صاحب البيت اللي انا مأجرة منه، واحنا بقالنا شهرين مش بندفع عشان ما كانش معانا فلوس. طب نعمل ايه دلوقتي؟ بيقول 5 دقايق وتطلعنا. طب روحوا لموا حاجاتكم. طيب يلا. انا مش فاهمه حاجه يا ماما. ولا انا كمان فاهمه يا ماما. يا حبيبتي اهدي دلوقتي وهنفهم كلنا، احنا ماشيين مش هو ليه كل المصايب عماله تتحدف على راسنا؟ يا ربي. يلا يلا يا بنات. فضيتوا الحاجه؟ متاكدين؟ كل حاجه فاضيه في البيت. ماشي روحوا شوفوا لكم حته تانية بقى اقعدوا فيها. كمان بيقفل الباب في وشنا. هنروح فين بس دلوقتي؟ هنشوف اي حته نروحها بقى. طب احنا ما عندناش فلوس، انا هقعد فين؟ في الشارع. الو استاذ. ايه يا ابني؟ البنت واقفة على مقبرة مامتها. ايه واروح اخطفها ولا ايه؟ اصبر اما اديك الاشارة تخطف. تمام. يا رب انا عملت ايه يا رب في حياتي؟ ليه كل حد بحبه بيروح مني؟ بابا راح مني وتيتا راحت مني، حتى ماما راحت مني. انا ما عدليش حد في الدنيا دي، ما عدليش حد. يا ربي كل الناس بتروح مني، كل الناس اللي بحبها بتروح مني، وفي الاخر ما فيش حد بيحبني. يلا. عايز ايه؟ عايز انت ليه؟ لا لا ارجوك ارجوك سيبني. لا تمام يا معلمة، تم الخطف.